بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر يوم الدار العظيم. ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا همة الشيخ اضري لنا بهذا المحضر والتعدي بنظرة تأتي لنا بزفر. وكقولهم وصايا الشيخ إبراهيم وطبعهم إياها أيضا. وهذا الاسم يطلقونه على ثلاث وصايا خاصة برحلات متتابعة في أيام متوالية جمعوها لكثرة فوائدها وطبعوها وأطلقوا عليها هذا الاسم الجميل. وكقولهم أيضا الحكم القطبية وطبعه لهذا الكلام وهو عبارة عن بعض ألفاظ مما حلاه الشيخ من مستطردات تفسيره للقرآن الكريم عام 376 هجرية. كان بعض الأقلام قد التقط نماذج من تلك الدرر المتناثرة البهية والفوائد الحكيمة السنية فطبعها آخرون وصموها بهذا الاسم. ومثل هذه بالذات كثير الوجود في فقرات ينابيع ذلك التفسير المذكور، ولكنه أكثر وقوعا في تفسير عام 382 وفي سنة 383. وسبب ذلك وهذا هو كثرة من يتسارع من أهل الهمم العالية من قريب ومن بعيد إلى الحضور بين يدي الشيخ أحرى في مجالس تفسيره للقرآن دستور الإسلام. وشدة جد أولئك المحظوظين المؤتمنين بالعلم والمهتمين بالحصول على بعض تلك الحكم البالغة النابعة من عين الحق. وكثرة ما ينثر هو في هذه المناسبات من درر الحكم وصوارم الأحكام ويواقيت اللطائف ويوضح من المعاني الغامضة ويحل من مشاكل العلم المتعقدة وما يطابق بينه من بالضين ويقرب من بعيد ويستقرض من متعدد في باب مفرد ويبث من الفوائد النافعة والرقائق الناعشة للقلوب الرائقة لها فيتلقاه الجميع بأقلامهم مع أسمائهم وينصرف كل واحد منه عند انتهاء الدرس بملء وعائه ظنا أنه هو وحده الذي غنم فيجعل من قلب به إلى منزله ككتاب مستقل لا تزن الجبال معانيه ولا يباع جوهره بحمر النعم. وربما أطلق عليه باسم مناسبة بعضهم يذكر معه الآية التي استطرده الشيخ من بابها وبعضهم يكتفي بتحصيل الفرع عن ذكر الأصل. وهذا بمناسبات ما يملي الشيخ أثناء التفسير كثير جدا وكثير ولا غرابة في ذلك. فالبحر الطام الأمواج المورد من جميع الفجاج السهل المورد الواسع الجوانب الآمن المصادر الأضب المذاكر من كل مشرعة يستسقي القوي من ظلاله عادة والضعيف والراكب والرجلان والمشرق والمغرب ولم يوبح أحده لغير راويته. كما أن من تسميتهم أيضا لبعض خطب الشيخ أو لهم ثلاثة مجالس وقد يعنون بهذا الاسم ثلاث قرب معينة إحداهن وقعت في كانو والأخرى في كابنا وهاتان عاصمتان من عاصم نيجيريا والخطبة الثالثة وقعت في كولاكا لكن جمعهن أهل الهمم العالية لكثرة ما تضمن من الفوائد النفيسة والتوجيهات الدينية عادة قبل هذا الشيخ دائما وطبعوهن وأطلقوا عليهن هذا الاسم وكتسميتهم لخطبته المشهورة في الخرطوم وكجوابه الموضح عن حرمة جمع ما زاد
على أربع حرائر مصرحا أن المستند في التحليل الإجماع والإجماع حجته. ثم شرع رضي الله عنه يفسر ويفسر المعاني في الآية ويستجلب الأحاديث الكثيرة المصرحة بالمنع. وهو أي هذا الجواب طويل حيث أنه يستحب 14 صفحة من القالب الكبير. وكفتواه الأخرى بالإلحاق الشرعي للولد وكرسالته بمناسبة حريق المسجد الأقصى وغيره وغيره مما لا يفي به كلام من المسميات المتعددة من بين الخطب والرسائل والوصايا والأجوبة والفتاوى الدينية المحفوظة من في الأوراق والمعتبرة عند أهل الحق كأصل أصيل وركن شديد يرجو إليه المحقون المحققون في دينهم كلما حاروا أو استشكلوا أو خافوا الانحراف عن سواء السبيل. فإن جميع المحققين الموفقين والأذكياء الصافين المنصفين يرون ولا شك في جميع توجيهات هذا الشيخ وفتاويه النيرة شمس الحق المبيعة وسراج الرشد الوهاج وسبيل الفوز الواضح ويرونه يقينا الوحيد في الدحن والعجاب العجب بالضمن ويشهدونه تاج أواني وزينة أقراني والمجلل الأوحد في ميدانه ويتيقنون أنه الرجل الذي أوجده الله في هذا المعترك لينشر به العلوم ويكشف به الكمومة ويوضح به الحق وينفع الخلق ويحيي السنة ويجدد مكارم الأخلاق. فوسع علمه ونشر رشده وجعله بابا للهدى ومعتاتا للسعادة ومهبطا للخير ظاهرا وباطنا. فمكنه لذلك من جميع الأسباب وفتح له مشاريع الأبواب وملأه من أقص الحكمة وسخر له قصر الخطاب وأفاض عليه من قلوبه الوهبية ما لا يقدر بأقل بشر وسخره لإرشاد عباده ونفع مخلوقاته وهيأ له ظروف التوفيق ووسائل التحقيق ووسع له فرص الجلالة إليه سرا ودهرا وأنطقه بالحق وفتح مسامع الموفقين وقلوبه لندائه الكريم وطوى عنه نسبة التهاون والميل إلى الراحة ووجه جبلية نفسه وهواه إلى ما يحب ربه ويرضاه مولاه وصد بينه وبين أي قول أو فعل لا يدل على الله ودينه الخالص. ولذلك لا تسمع عبادا لفظا أو ترى حرفا مكتوبا صحيحا بالنسبة إليه ولو كان في سلة المهملات إلا انتبأت به ورأيت فيه حكما شرعية يتبئ به أهل لا إله إلا الله أو دلالة خاصة من نوعها على الله بالغة الحكمة وإرشادا واضحا إلى ما يحب ربك ويرغب فيه نبيك. وبدقة التأمل في هذا الموضوع أتحداك أيها الباحث المحب لا أعني من ختم الله على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فذلك فقد عالت الإدراك. قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعام الماء من سقم. تولى الشيخ وقوع عين راحة فرح الله قاد به الفلاح ورد بولائه تظهر بريم يدير الروح فيك والارتياح وفي حركاته كلا تأمل وفي السكنات ختما وافتتاحا وفي آثاره في الكتب فانظر ترى الفوز الموفق والنجاح وتشهد منهجا لله محضا وذهنا هاجبا وحجا بساحا وعلما واسعا يبدو دواما شموس هدى واحكاما صحاحا وتربية تريك الحق حقا فتشرب صرفه اصلا وراحا وسعيا كله صدق ونسو وجدا هاجر الدد والمذاح ولم ير فيه حرف غير حرف يكيلك السعادة والصلاح.
أعد بمثله العلماء هديا وباه به ضحى السحر اتضاعا وسار به السماء نبعا ووسعا وبال بسير سالكه الرياحا وكل المقتدين به تباروا وجدوا حيث عرف الحق فاحا وقل للمورد المحروم منه خذ الإعراض حظك والرضاحا وقل للمعرض المحروم منه خذ الإعراض حظك والرضاحا ولا ترجو الضياء فبل أبته طبيعتك المريبة حين لاحا وزواد التعصب شر عاد وأصفه ما أكع وما أضاحا صلاة الله دائمة على من أبدد والجموح والاجتناحا صلاة الله دائمة على من أبدد والجمود والاجتناحا أشعار الشيخ أما شعره رضي الله عنه عن نابه فهو منحصر كما قدمنا في محامد الأحداث ومحمود العواقب كسرد مناقب الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم والتعلق به ووصف محبته والحث عليها وتبيين ثمرتها والتحضيض على اتبائه والأضل بالنواجذ على سنته الغراء المطهرة وسرد سيرته البهية الذكية والتوجه به إلى الله والتوجيه إليه والتصريح دائما بأنه صلى الله عليه وسلم هو متبوعه الوحيد ومذهبه الحقيقي وحبيبه المطلق وقائده المختار ولذلك يقول إذا سار خير الناس سرت وراءه وإن حل يوما فالمسير بعيد وإن سألوني عن حبيبي ومذهبي أجب رسول الله حين أجيب ألين لمن يقف الأنين وإنني شديد وصعب الإقبال إلى الأهوى فلم أقف غير المصطفى لست تاليا سوى ذكره كف الملام ملائي وكذلك في مدح القطب المختوم والبرزخ المعدوم خاتم الأولياء ومبد كافته على الإطلاق شيخنا ومولانا سيدي أحمد التجان رضي الله عنه وذكر مناكبه الإحسان والتنويه به والحظ على التمسك بطريقته الوثقى والإعجاب بمقامه السامي المكتوم إلا عن سيد الوجود صلى الله عليه وسلم هذا وربما قرر شيخنا في بعض الحالات القليلة تعليفا دينيا للبعض من أفراد العلماء الذين تأكد من إحقاقه وصدق نياته وصحة ما أوردوا في رب صولة للباقي فيقرزه هو رضي الله عنه ذلك تعليفا تعييدا للحق وتنويحا بهذا الهدف الصالح والهمة العالية وتشجيعا للقيام بالحق وتحطيم الباطل ونشر العلم وتقوية دين الله الخالص وربما ذكر بشعر كذلك وليا اشتهر عنده بالفضل وتأكد من علو درجته عند الله فيشهد له بالخير بعد موته ويدعو له لما قيل إن الدعاء بالنظم مستجاب وشهادة أهل الخير بالخير مقبولة وكذلك أيضا إذا ورد عليه سؤال بالنظم من عالم مرموق ربما يجيبه هو بالمثل تأدبا مع أهل العلم وتضبيطا بذلك النظم فيما بعد لتلك الأحكام المتناولة تركيزا من نيته الخالصة لله المستغلة دائما كل حركة وكل سكون لما يحب الله ورسوله ويضبط الحق في المستقبل فإن من قيد الله له النية الصالحة استعملها في كل شيء وفي كل وقت وعلى هذا النوع من استحضار النية كان رضي الله عنه ينبهنا دائما ويحطنا ويأكد لنا في تعليماته السامية وتدقيقه في تحديد المبادئ والتركيز في الأهداف في سائر الأعمال على ما هو أفضل وأكمل ويقول لنا دائما ودواما إنه ينبغي للعبد أن يستحضر النية الصالحة في كل شيء لتكون أفعاله كلها لله وكلها امتثالا لأوامر وتعاليم القرآن الكريم وحتى لو كانت في الشهوات البشرية
فإنها بنية الامتثال تصبح فروضا وعبادات لله. فإذا أردت مثلا أن تكتسب فلاحظ قوله تعالى: فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وإن أردت أن تأكل أو تشرب فلاحظ قوله: كلوا واشربوا. وإن أردت أن تلبس ثوبا جميلا أو تطعم لذيذا فتذكر أحد تفاسير قوله: وأما بنعمة ربك فحدث. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أتاك الله مالا فليرى أثره، فليرى أثر نعمات الله عليك وكرامته. حتى إن هذا الشيخ رضي الله عنه لشدة توخيه لما هو أكمل وأفضل كان ينبهنا أن من ابتدأ حزبه ناسيا نية الامتثال لأمر الله وتذكر أسماءه فليرجئ حتى يبتدئ العمل وهو مستحضر قوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه. استغفروا ربكم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اذكروا الله ذكرا كثيرا. أما إذا أردت فعل شيء يقول شيخنا ولم تر به أمرا في القرآن الكريم أو في الحديث الشريف فكف عنه واعلم أنه لا خير فيه. هذا وللشيخ أراجيز كثيرة تكلمنا سابقا على ما يتعلق منها برحلاته المباركة وبضبط بعض الأحكام بالنظم ليسهل حفظها. أما النوع الثاني منها فأكثره مستوعب بالتوجيهات الدينية وتبيين الأخلاق السنية واستنهاض الهمم الموفقة وفي الأدعية والتوصلات لأسماء الله الحسنى وأسرار معانيها العظيمة النافذة وبالآية القرآنية. وجعل كل حرف من الآية المناسبة فاتحا للبيت النادق بنفس ذلك المراد في ذلك الفصل من تلك الأجوزة المذكورة. ولربما انضم إلى الأراجيز في هذا الموضوع بعض الأشعار المشاكلة لها في التضرع والابتهال. وهذا نوع من أنظام الشيخ كثير، لكن الأكثر والأكثر من نظمه رضي الله عنه متوجه إلى سيد الوجود وعلم الشهود والسر من كل والد ومولود صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن حصر هذا النوع من آثار هذا الشيخ النظمية، فإنه منهجه الذي نشا عليه وفيه أقامه المولى جل وعلا وعليه جبله واختاره له عيشا لطيفا وغريزة أبدية وسيرا أبدية وصفة ذاتية لا تنفك عنه رضي الله عنه. ففيها نشا وعليها شق وشار وبها تفرد وعاش مدة حياته، وفيها وبها لقي الله لم يبتر قط لحظة عن كامل الاشتغال بذلك المحبوب الأعظم صلى الله عليه وسلم. ومقاساة ما يكلفه به لائج محبته ومقتضى التفرد به وله وإنشاء متعه واستنشاده بين يديه دائما صحيحا كان أو مريضا مقيما أو في أثناء السفر. وإذا مر عليه وقت من الأوقات ليس معه منشد يسمعه ذكر ذلك الحبيب لا بد تسمعه هو بنفسه يردد ذكره بين قلبه ولسانه بهينمة تسمع منها البيت جليا بأذنك وهو ضام شفتيه وكأنه ساكت لم يتكلم. نعم كأنه ساكت لم يتكلم، إلا أن محبة الفاتح لما أغلق أو الخاتم لما سبق ورمضة التوحيد الإلهي واستحضار معيته ومشاهدة قربه الكلي والتخصص في العلم به وشدة الإطلاع على تخصيص الله له جعلته الشغل شاغل له والأنيس الوحيد الدائم وطبع صفاته الكاملة ووجوده الحقاني وتطوراته الأعظمية ومحامده المحمدية في قلبه ولسانه ويده وسمعه وبصره، فأصبح يتكلم به وهو ساكت ويسكت وهو به متكلم. وعن هذه المحبة الأدبية والارتباط الذاتي الأبدي والمعية الخاصة العميقة كثيرا ما يعبر في بعض ما يتأوه به في ذلك المعنى الأدق الأحلى والمجال الأوسع الأعلى الذي لا يدرك إلا بالذوق الخاص والمشاهدة الفائضة في بحر ذلك المدد الذي لولاه ما أريد الإله. ولا تناثر جوهر الأسرار، حيث يقول من بين ما يقول رضي الله عنه في مختلف بعض قصائده الواردة دون تفكر ودون تأمل:
حالي مع المصطفى لا عقل يدركه صلى الإله عليه منذر الكتب تراني وإني غائب في حاضرا وقعت لسان لما تكن الصدور ترى كل مفعولي بفعل محمد وحالي وتمييزي إليه يشير فلو صوروني في الحقيقة لم يروا سوى شخص محبوب به أتمتع أخاطب خير الناس وهو مئي وقد وجدت وشعري للمقام يشير فشغلي ذكر المصطفى ومديحه بحمد إلهي لا فسوق ولا ربط أجبت لصب مبرم القلب مولعي قريب من المحبوب بالبود موجعي وذلك إبراهيم يحوى محمدا وأمر وجود الكون غير موقعي تراني وإني غائب فيه حاضرا أحاكي ركودا ساهرا فوق مبجعي فداء الذي أعيا العقب انفصال من يواسدني في كل جهه ومربعي سر السر في سري فكل لي سره بيمن رسول قاطع للعلائد أجاوره بكسوى وبطيبة وأبصره بالنور والقلب والمقل وإني موصول وأحمد عائد إلي قبيل الكون والكون ما شتى ولندخل في تفاصيل بعض ما ذكرنا من شعره رضي الله عنه فإن بيدي من شعر هذا الشيخ في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة 9 دواوين كلها مطبوع 8 منها في بحر الطويل جميعا وكلها مرتب على الحروف إما بالنظر إلى الأوائل وإما بالنظر إلى الأواكب كما أن هذا الترتيب ربما كان بسير الأبجدية وتارة يكون بطريق الأبتثجية وكل واحد من هذه الدواوين مستوحب لجميع الحروف إن لم يتكرر فيه بعضها إلا ما كان من الديوان الثالث المسمى ثروات الشجون والثامن المسمى سير القلب فثروات الشجون خال من حرف الضاي فقط لكن تكرر به حرف التاء كما أن به حرف الراء 3 مرات والصاد مرتين والميم 3 مرات وحرف الهاء مرتين وقد ذكرت للشيخ حلو هذا الديوان من حرف الله وفهمت من غير لفظ منه أن الأمر لعله لحكمة خاصة بهذا الديوان خصوصا وبهذا الوقت الخاص أما سير القلب فإنه من حرف الألف إلى حرف الطاء وبهذا الحرف اختتم هذا الديوان فأصبح 25 قصيدة فقط وهو آخر الديوان للشيخ رضي الله عنه والغالب على ظني أن ترتيب الإنشاء لهذه الدواوين وقع على حسب ترتيبها الآتي إن شاء الله وذلك لأن مجيئي للشيخ ألفيت 5 منها موجودة وهي مرتبة في ذلك الوقت هكذا ومارست إنشادها والحمد لله كثيرا بين يدي الشيخ وبأمر منه وحضرت زمن إنشاء 3 الباقية ورأيتها دائما ترتب حسب الورود الإنشاء وبترتيب ما حضرته منها استدللت على ترتيب ما فاتني والله سبحانه وتعالى أعلم أولها تيسير الوصول إلى حضرة الرسول مرتب على الأوائل بالطريقة الأبجدية مطلع أول قصيدة منها أبى القلب إلا أن يكون متيما حليف غران بالنبي مهيما وقد قال للشيخ ذات مرة إنه لا يجد أحد ذوقا أو قال فهما إلا وفي تيسير الوصول ما يشير إليه ثانيها إكسير السعادات في مدي سيد السادات مرتب على الأواخر بالطريقة الأبتسجية مطلع أول قصيدة منه قليل وداد الأرض فيك صفاء ومدحك من داء القلوب شفاء ثالثها ثروة الشجون في مدي النبي المأمون مرتب كذلك على الأواخر بالطريقة الأبتسجية أيضا مطلع أول قصيدة منه إراية لدى الماحي قبيل حمائي قبولي وتطهيري ورفع جبائي رابعها العروة الوثقى في الاستغاثة بسيد الوراء وهو مرتب على الأوائل وبدليل الأبجدية ومطلع أول قصيدة منه علم ما على البحر المحيط وتترك سواقي لا تبدي ظماء لمن شكا خامسها شفاء الأسقام في مدح سيد الأنام وهو مرتب على الأوائل والأواخر معا وبالطريقة الأبجدية كذلك مطلع أول قصيدة منه
أبا لي سر حل بين حشائي تناسي حبيب الله عين صفائي. سادسنا مناسك أهل الوداد بما في خير العباد هو أيضا مرتب على الأوائل إلا حرف الراء وعلى الأواخر جميعا على طريق الأبجدية مطلع أول قصيدة منه أريت بخير الخلق خير مرائي نفى الشك والأسوى وكل مرائي. سابقها نور الحق في مدح الذي جاء بالصدق وهو مرتب على الأوائل بالطريقة الأبجدية أيضا مطلع أول قصيدة منه أمولاي يا خير البرية خير من به يهتدى أو يهتدى بعد طومن. ثامنها سير القلب إلى حضرة الرب وهو مرتب على الأوائل وبطريقة الأبجدية مطلع أول قصيدة منه أطيف سراء أن ربي يمما مواطن خير الناس للسير صمما. أما الديوان التاسع فإن شيخنا رضي الله عنه نسجه في مدح الرسول الكريم جميعا لكنه نسجه متفرقا حسب الواردات والأحوال ثم جمعه بعض أهل الحمام الآلية وسماه جبر الكسر في مدح شفيئ يوم المحشر وهو مؤلف من 25 قصيدة من مختلف بحور الشعر كبحر الطويل وبحر الكامل وبحر البسيط وبحر الخفيف وبحر الرمل المجزوي ومجزوء الرجز المسمط وبحر الوافد. كما يحتوي هذا الديوان على قصيدة لهذا الشيخ مشهورة طويلة تسمى نور البشر في مدح سيد البشر تبلغ 300 بيت و50 بيتا نسجها شيخنا قديما وعاش فيه بها ليلة اسم المصطفى صلى الله عليه وسلم وهي تحتوي على نسبه الشريف مفصلا وكثير من أسمائه صلى الله عليه وسلم غير المتداولة عند العموم وعلى جميع سيرته من زواج أبيه بأمه إلى موته صلى الله عليه وسلم من حمل أمه به وولادتها له ومن رضاء له وفطام وشق صدر ووفاة أمه وما وقف من تبشير به من درج الأنبياء قبله صلى الله عليه وسلم وما ورد من تزويجه ورسالته والإسراء به والإنشقاق القمر له وما لقي في سبيل الدعوة إلى الله من قريش ومن تكذيب وغيرهم من تكذيب ومعادات وحصار ووفاة زوجته وعمه ومن هجرته بعد ذلك وما لقي بها ومن ذرواته إجمالا وتفصيلا ومن رسائله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك واتيان الوفود إليه ومن حجة الوداع وكيفيتها وما جاء فيها وما تضمن ذلك الوداع الشاق العليم من حكام وأحكام. ثم أنشأ الشيخ في قصيدته هذه يعدد تلك المعجزات النبوية الكثيرة والأصحاب الصادقين الخيرين والبنات الصالحات والأبناء الطيبين الطاهرين وأمهات المؤمنين ويتوصل بالجميل. فهذه الدواوين التسعة التي ذكرت هي التي اتصلت بها لشيخنا رضي الله عنه من ديوان متجسم خاص بمدح الرسول الكريم. أما قصائده رضي الله عنه في مدح صلى الله عليه وسلم الفريدات التي تأتي لوارد وقتيل وتضم إلى ديوان معين فقصيدته الطيارية الطويلة التي مطلعها صفى لي وقتي بالهواء أطير مع المصطفى المختار وهو بشير أطير به منه إليه وإنه إلى كل أسرار الإله يشير. ترى المبنى والأجبال كالعرض تارة وطورا ترى أن السماء تمور فصبحا بيوبا بحوة بكناكري سنيع قدير بشؤون يدير. ترانا كبرج خاطفين وإننا جلوس بقود فالإله قدير. ترانا كذا بين النصارى وإننا لدى المصطفى الماحي الضلال حضور. أخاطبه بالمدح وبطيبة وعيني على شبح البراك أدور إلى آخرها. وكقصيدته الرائية الأخرى الطويلة التي مطلقها بالمصطفى المجتبى المختار من مضري تعلقي وولي في البدو والخضر أندار بشوق في كل البلاد وطاح مطلبي وإليه منتهى سفري. ناديته يا رسول الله ضيفك يرجو الفيض والعون والأهلون في كدري
وقصيدة الرائية الأخرى التي مطلقها أيوان كسرى هل دعاك وأنذر بروز نبي إن كسرى تقهقر أكسرى المشر ونجاء محمد بآياته الكبرى وقصرك أبصر إلى آخرها. هذا النوع من أشعار الشيخ لا يمكن حصره لأنه واردات حال ووقت لا تتقيد بزمان معين ولا مكان مخصوص. فهو رضي الله عنه لا يهدأ عن ذكر هذا الرسول الكريم، وكلما ذكره ناجاه لا محالة، وتحدى به أعداء دينه ومدحه وصلى الله كثيرا عليه وسلم تسليما. أما مدائه لشيخنا ووصيلتنا إلى ربنا الشيخ سيدي أحمد التجاب رضي الله عنه، فقد اتصلت من هذه ديوانين كبيرين مستقلين مطبوعين، اسم الأول منهما إيب الأنفاس في مدى شيخنا أبي العباس، وهذا الديوان مستوعب لجميع حروف الهجائية ومرتب حسب الأواخر وعلى طريق الأبتسجية، ومؤلف من أربعة من بحور الشعر كبحر الطويل وهو أكثره، ثم بحر البسيط، ثم بحر الخفيف، وبحر الوابل. مطلع أول قصيدة منه: فما بال هذا القلب، فما بال هذا القلب فهو هواه، وما بال هذه العين فهي هباه. أما الديوان الثاني فيتألف من 27 قصيدة جادت بها قريحة هذا الشيخ النادرة، وإخلاصه الذاتي ومحبته النابعة من التعمد في الحق والصدق بأمر شيخنا التجاني. قال الشاعر: فأرسل حرقراك ولم يزدها، ولم أدر إن كان الشيخ أطلق عليها اسما خاصا، إلا أن بعض أتباعه التقطها من الديوان الجامع وسماها تهفة عقائب الأنفاس. وهذا الديوان يحتوي على مجموعة من القصائد تشمل كثيرا من مختلف بحور الشعر، من بينها بحر الطويل وبحر البسيط، ومنها بحر الوافل، وفيها بحر الكامل، ومنها المتقارب، وفيها الرمل المجزوق، وفيها بحر المتدارك السالم، وفيها بحر الهزج البديعي، وفيها الهزج المصمت، ومنها المصمت الرمل المجزوق. ومن بين قصائد هذا الديوان قصائد طوال يذكر فيها هذا الشيخ عدة من أصحاب شيخنا التجاني على وجه التخصيص، ويصريه بأسمائه استعظاما لمقاماته. كما أن من بين القصائد هذا الديوان أيضا حمزية خفيفية طويلة تتألف من 118 بيتا مطلقها: كيف يحلو بعد الفراق التواه، بلدتي غاب نورها والضياء، حي دارا لدى بليد فدردا، صفوات السفوف فيه الحباء. ويذكر فيها نسب شيخنا التجاني رضي الله عنه مسلسلا إلى سيدنا الحسن، إلى سيدنا علي كرم الله وجهه، ثم يذكر جميع سيرته من نشأته وبداية حواله وتجوله لجمع كل خير وسنده وإدراكه لمقامه الخاص وتاريخ ذلك الإدراك، وإذن المصطفى صلى الله عليه وسلم له في تلقين الأوراد وأمره إياه بترك جميع ما كان عنده من أفكار الشيوخ السابقين، ثم يذكر صفة ذاته الكريمة، ثم يتناول كيفية تزويجه الأول من طرف والديه الكريمين وتطليقه بعد سنة فقط لئلا يشتغل عما هو بصدده، ثم يذكر تزويجه الأخير بعدما استكمل مراده، ثم يشرح في ذكر الكثير من كراماته الخارقة مصرحا أنها أكثر من أن تحصى، ثم يتناول ذكر المسببات الربانية لمرضه، ويذكر كيفيته وكيفية موته رضي الله عنه محددا تاريخا ووقتا ويوما وشهرا وعاما، ثم يشرح بعد ذلك في ذكر ولديه المكرمين وما عاش بعده وأيه ما استمر منه نسب الشيخ رضي الله عنه، ثم بعد سرد جميع سيرته يفرده رضي الله عنه بالنداء الصريح، ويشرح في ذكر مطالبه وصفة محبته له، وفي تقرير السلام على جده المصطفى صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه وعلى آله وأصحابه الأوفياء. وللشيخ أيضا ديوان يسمى جلاء الصدور يتألف من 15 قصيدة تضم 5 من بحور الشعر العربي كبحر الطويل وبحر البسيط وبحر الخفيف والوافد وبحر الكامل
ويتنوع موضوع هذه القصائد بين الغطاء والتقليد والتشجيع على عمل الخير ونشر العلم ورفع رايه الدين. ويعني بهذه القصائد اجلاء من العلماء والاولياء والصلحاء. هناك ست قصائد تعني والده الحاج عبد الله بن ياسر، وهناك فائية بسيطية يرضي بها عبد الله بن الحاج العلوي، ومعها فائية كامدية يقرض بها تاليفا للحاج محمد الخليفة بن ياسر في سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومعها ثلاث قصائد تعني الإمام سكير رجل عياشي، من بينهن كامديتان بائية ونونية يقرض بهما تأليفا له، والثالثة خفيفية حائية يؤيده بها على ما يقوم به من الأعمال الصالحة ونشر الدين وإنارة الحق. وفي هذه المجموعة ميمية بسيطية يحنئ بها بعض القادمين من زيارة الشيخ نتلان رضي الله عنه، ويصفه بالفوض وسعادة المنقلب. ومن بينها أيضا ثلاث مراتي وهن كافية طويلية ونونية كذلك ووافدية لامية لا أعرف من يعنينا، إلا أن الشيخ وصف أهلهن كل على حدته بالصلاة والاستقامة بالدين والحرص على ما يرضي الله ورسوله. ويظهر أن من بينهم امرأتين. أما الخامسة عشرة من هذه المجموعة المذكورة فهي قطعة يعد شيخنا فيها أسماء جماعة من الذاكرين الله، ويشير إلى كل واحد منهم ببعض ما يقوم به في الموضوع. مطلعها علي على في الذكر كل بني الذكر وفاق بمده الهاشمي أبو بكر إلى تلك. أيها القارئ، 15 قصيدة في هذا الموضوع مجموعة وحدها كديوان مستقل مطلق عليه اسم خاص. فإن أضفت إليها قصيدتين أخريين في موضوعها الصدرتا أخيرا من إنشاء هذا الشيخ يصبح الكل 17 قصيدة لشيخنا، خاصة في الرفضاء والتقاليد والتشجيع على نشر الدين ونصرة الحق وآله. وهاتان القصيدتان إهداهما باقية وافرية يشهد فيها شيخنا لأهل خلفائه الإظام في سنغال، وهو أبوه الولي الكبير والعالم الشهير سيدي أبو بكر بن الحاج عبد الله بن ياسر بعد وفاته، ويدعو له فيها بكل خير. وثانية مينية طويلية يشهد فيها أيضا للخليفة الشهيد أحد كبراء خلفائه المبرزين في شعر المحامد، خصوصا في الدعوة إلى الله بكامل أنواعها، وهو سيدي محمد بن شريف العلوي، ويرضيه برعفة عظيمة وعاطفية عميقة، ويصفه فيها بجميع الصفات التي تضيف عند الله ورسوله والمحامد التي يقص بها خاصة الخاصة من أهل قربه ورجال حضرته العلية. وتقتص هذه القصيدة بخصوصية الختمية، لأن آخر بيت منها هو آخر ما نزل الأحوط من طرف ممرضيه الذين هم آخر مصاحب له في تلك 26 ليلة التي تأخر هذا المتبوع بها عن تابعه هذا عادة الأفراد منكم من لأهل المقامات العليا الجامعة. ولهذا الشيخ مجموعة كبيرة نظمية تسمى من طرف بعض مريديه نوادر الحكم في وسائل مريدين وطلاب العلم، وتشتمل نوادر الحكم هذه على 17 وحدة تضم هي الأخرى عدة بحور منها بحر الرزج وبحر الطويل وبحر الوافر، وكلها حكم وإرشادات وتعليمات وإفادات، من بينها توجيه المجذوبين وتدحيض حمم المحجوبين وتعليم العارفين، ومنها التفويض لله والرضا بما قدر، وفيها التوحيد، ومن بينها الشكوى إلى الله من النفس ومكائدها، وفيها الإعتراف لله بالعجز عن أي دفاع، وفيها توجيه الكل لما يصلح الجميع ويعفز بالأيدي إلى النجاح والفلاح والفوز عند الله العظيم. ومن شبه التعجب
ممن يعنف عن اتباع داء المرشد الى سبيل الله، ومنها ايضا استنهاض الهمم والحث على التعبد اولا من صحه الدعوه والوصول، ومنها ان الغريق بالنور لا يمكنه القياده والامامه، ومنها نظم فضائل ليله النصف من شعبان وما ينبغي ان تفعل فيها، وفيها اردوده يبين معاني الدين، ونظم يبين الحكمه في حجره الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيها نظم يبين علامات الموت، ونظم يذكر ان كل عجله من الشيطان سوى 60، ويبين تلك السته المستثنات. وفيها وصيه هامه للمجذوب ايضا، وتوجيه ابدي للعارفين، ومن بينها نظم يحدد القواطع عن الطريقه اعاذنا الله من ذلك. وفيها نظم يذكر فيه اسماء امهات العشره المبشرين بالجنه، واضافه كل واحده منهن الى ابنها، ويتوصل بالجميع كما يضم نوادر الحكم هذه من انظام شيخنا نظمه المشهور المسمى روح الادب لما حواه من حكم وادب، وهو نظم رائع حكيم يبلغ 121 بيتا. كان شيخنا نظمه وهو ابن 21 سنه، اذ يقول في اخره: ولا يغرنك بحفظ النظم كوني صغيرا في بلاد العجم، الله يقتص بفضل من يريد، والله ذو الفضل العظيم والمزيد. يوجهه رضي الله عنه لسائر من يتوب الى مكارم الاخلاق والتقرب من حضرة الإطلاق، ويسعى لمرضاة الواحد الخلاق، يبرز به كثيرا من درر الفوائد، ويتناول جميع المحامد في جميع الميادين الدينية، ويبين كيفية التعامل مع الحق ومع الخلق، وما ينبغي للمريد أن يكون مع شيخه دائما أبدا، والحالة المحمودة للعبد مع ربه، وما هو الصواب في كيفية نظرك إلى الخلق وتحمل أذاه، والسعي دائما في منافعه، والإخلاص في نصحه، والتحفظ من أن تضر مخلوقا لربك، وإنسى ذلك المخلوق في ضرك، والحث في نظرك إليه بعين أنه عبد سيدك، وأن الله أجرى عليه سورة ما أصابك، وكذلك الحث على التعلم ودوام العمل بما علمت، وتبين أن العلوم أربعة، ومنها عرفان الرب الخلاق المالك وما يتعلق بعبادته، ثم معرفة أحوال النفس ودسائسها، والتنبيه على أن للنفس عيبا وللفؤاد عيبا وللروح عيبا ليس فيه ريب، وكذلك التحذير من مكائد الشيطان ودسائس النفس والضجر عن الرضا عنها، والتنبيه ان الخير ربما ياتي في صوره الشر، وكذلك الشر كثيرا ما ياتي في مظهر الخير، والتحذير من اتباع الهوى، وتبيين افات التكبر واخواته، والحث على الانفاق وصحبه المشايخ، والاغراق بالتمسك الدائم بطريقه التجاريه، وتبيين ثمرتها، وتوضيح كيفيه ذلك التمسك والاستنتاج منه. والحث ايضا عليه، ثم الحث على طلب معرفه الله وكيفيه العدل خلال ذلك، والتعدل مع كل مخلوق لله، واظهار الافات التي تقسي القلب، وتوضيح الخصال الحميده والمزايا المحموده العاقبه. فهذه نماذج قليله مما ابرز هذا الشيخ ونثر في نظمه هذا من لعالي الحكم وينابيع الفوائد التي تنير الطريق وتفتح الابواب على مصاريعها امام كل من يرغب في الفوز العظيم ويفر من الخسران المهين، لكن الشرط في الدخول موقوف على الاذن من مالك الحقول. نسأل الله التوفيق والعذن والنصيب الاوفر من ذلك والدوام عليه، انه قريب مجيب. أما توصلات هذا الشيخ النظمية فقد اتصلت منها بديوان الأدعية التي التقطه بعض أتباعه من الديوان الكبير وسماه الكبريت الأحمر، وهو مؤلف من 13 أرجوزة و11 قصيدة، جلها من بحر البسيط، وفيها قصائد من بحر الطويل، والجميع من ذلك وهذا منحصر بالتوصل إلى الله بسور القرآن الكريم وبأسماء الله الحسنى، وتارة برسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم وللشيخ بتنويع هذه التوصلات والأدعية. في تنويع هذه التوصلات والأدعية أساليب مختلفة، منها أنه ربما
akaza ayatan munasibatan lil mawdu'i imma li tawakkuli imma li tawakkulin aw li tafwidin aw li tahassunin aw li istighathatin aw ma ashbaha zalika wa yabtatihu kull baytin min an-nazim bi harfin min tilka al-ayati kalimati wa tarahu ta'ratan yatawajjahu bi asma'i llahi al-husna wa maratibi al-izam kama tarahu dawran yatawajjahu bi asma'i as-suwar wa bi muqtadiyati tilka al-asma'i al-istilahiyyati sabiqan min hal ma'na al-munasib lil maqsud al-rahil wa la budda an yakuna dhalika al-maqsud lillahi wa fi llahi kama tarahu fi ba'd al-halat yatawajjahu ila llahi بمناجات ودعاء مجرد عن الوساطة وهو رضي الله عنه يعمل حسب الوارد الإلهي فقط ولا يعمل شيئا عن أمره وذلك لغيبته دائما في ذات المدعو جل وعلا ولرضاه الكلي بما قدر وبما به قضى واتصلت أيضا بمجموعة أخرى من العدية لهذا الشيء تسمى مفتاح العدية وهي تشتمل على قصيدتين من بحر طويل مجتفيتين وسريئية واحدة ووافرية وسبع أرجوزيات وكاملية وبسيئيتين من بينهما قصيدته المعروفة بهائية المناجات والكل توصل إلى الله في مقالب إلهية شتاء وسائل عظام مقبولة هو يتوصل في هذه المواقف بالرسول الكريم وبخلفائه الراشدين وبمسجده الطاهر المطهر العظيم وبما ضم ذلك المسجد من خير أمين وما احتوى عليه من ركن عظيم وما قيم فيه للحج بالحج من شعل جسيم وما أم للفوز كل الفوز من كل ذي قلب سليم والسلام وعلى هذه الأجالة القصيرة من أخبار هذا الشيخ اقتصرت في الوقت الراهن متماشيا مع وقت الضيق المتعكر وقلم القاصر المتحرج ومغترفا بقصر ضائي وعدم اطلاع ومفضلا في نفس الوقت طراوة التقصير مع التحقق على التعمق في التطويل عند احتمال الشك هذا مع ابن أن مثلي لا يكتب على هذا الشيخ ولا يترجم عنه فهيهات هيهات كيف تبدي شبات القلم سعة البحر أو يشرح فتير لكنديل امتداء الضوء ما بين الضحى والظهور إلا أنه من الخسارة ألا يشارك نكسي في مسرح السعادة ومجال الإفادة فيكتب ولو كلمة عن هذا الشيخ الذي هو باختصار آية من آيات الله العظام ونفحة مثالية من نفحات رب العالمين الجسام وباب واسع لكل خير ظاهر وباطن مفتوح على الدوام ونعمة كبرى تجلى بها الرحمن الرحيم على كافة الأنام وسعادة أبدية تفتخر بظرفها الليالي والأيام والشهور والأعوام وإقليد للرحمة الربانية فتح به العظيم المتعالي في هذا العالم آفاق العجائب وفجر بوجوده بحار الرغائب وساق بمحبة والاقتداء به جميع المظالم وملأ بمحامده مصانع الحاضر والغائب فالكتابة عنه لا تزيد سيطح انتشارا إذ لا توجد عبارة تناسب معاليه شرفا وفخرا فلذلك ما جئت لأكتب عنه ولكن إنما أومعت استئرادا لأتبرك فقد باسمه وأتلذذ بذكره الطيب المبارك ولأستمد منه فقد كتب له قلم الحق من الفضائل ما يغنيه عن نقوص الخلق وأثبت له أمله الصالح في صفحات متن تاريخ الفضل بجميع أنواعه من مغارب الأرض إلى مشارقها ما لا يجحله أو ينساه إلا من ختم الله على قلبه وعلى سمعه وجعل على بصره إشارة جعلنا الله ممن اصطفاه واختاره لمحبة هذا المأخذ السالم والفوز النامي وبحر العلوم الحقية العظم الطامي وأفاض علينا دائما من مدده الهامي وأماتنا وبعثنا على أهده والاتصال به ووفقنا للاقتداء بحده الحقاني وروانا من سره الأمهوج
الفائد الرباني بجاه شيخنا أحمد التجاني ونبينا العدناني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آل حق قدر يوم الدار العظيم. وكان الفراغ من تصوير هذه النوذة التي ازدانت بحصرها على بعض أخبار الشيخ إبراهيم في السابع والعشرين من ذي الحجة عام 1489 ببليدة الحسان، وقد جعلت لها نظمي القديمة المسمى سلاسل السعادة والإحقاق في أسامي شيخنا أبي إسحاق كالتضييم، كما جعلت لها قصر ديوان لي من مدائه لهذا الشيخ كالتقريب وهو المسمى ديوان الكامل في وصف المربي الكامل. وبالله التوفيق وإليك السلاسل. اللهم صل على سيدنا الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آل حق قدر يوم الدار العظيم. سبحان ربك رب العزة